فان تشيلسي يمكن بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا يمكن الانقاذ الوحيد للموسم انه يحصل على خاصه انه اماله في البطوله الدوري شبه تلاشت فهو الطموح الاكبر انه يخرج بموسم صفري انه ينتصر على كريستون بالاس ويوصل النهائي. حتكون مباراه مكرره بين ليفربول وبين مانشستر سيتي في النهائي في الكاس، متقابلوا تقريبا في كاس الرابطه مش مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي. ليفربول وتشيلسي هم تقابلوا قبل فتره في نهائي الكالين كاب، هي استطاع ليفربول ان يفوز بركلات الترجيح. كريستال باس ليس بمنافس السهل، احنا دائما تعودنا في انجلترا دائما تكون في مفاجآت في مباريات الكؤوس، انه هو وصل الى المرحله هذه اكيد انه كان باداء عالي جدا جدا. الاقرب تشيلسي لانه زي ما قلنا انه هو الفرصه الوحيده لانقاذ الموسم، الفرصه الوحيده للتعويض والخروج من المشاكل اللي حاصله في تشيلسي في هذا الموسم. لكن حتكون مباراه صعبه على تشيلسي على كل الطرفين، وان شاء الله في يوم غد نعرف من المتاهل منهم. نعم.